Hi, my name is Majid. I'm at GIU in Nanaimo. I'm taking classes, which is English, and then after that I'll be studying business administration. I encourage everyone to come here. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ماجد. أنا طالب سعودي هنا في مدينة نانايمو في جامعة فانكوفر آيلاند يونيفرسيتي. أنا يعني جنت في أيو لأنه ممتع الدراسة هنا. متعاونين الدكاترة المدرسين. الجو الدراسي كله جميل.